شكرا كرار على هاي المعلومات اللي قدمتها حول أجواء الطقس اليوم في كربلاء المقدسة وعموم محافظات عراقنا الحبيب. وصلنا وياكم إلى مسك ختام فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، وأكيد مسك الختام لا يحلو إلا معكم، وهذا من خلال سؤال التفاعل اللي طرحناه على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، وهو اذكر حديث للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله تتخذه نهج في حياتك. كثير من الأحاديث اليوم لرسولنا الأعظم، كل حديث إلى فد ميزة معينة وإلى فد نهج معين، وكثير من الناس اليوم بعض الأحاديث تتخذها نهج في حياتها. طبعا كثير من التعليقات اللي وردت على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، قبل ما نقرأ هاي التعليقات خلونا نذهب بجولة مع ليث الخفاجي ونتعرف على آراء المواطنين بهذا الخصوص، ثم لنا عودة. تحية طيبة أحبتي المشاهدين أينما كنتم، ومرحبا بكم في جولة جديدة لبرنامج صباحي كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: اذكر حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ابقوا معنا أحبتي المشاهدين وهذه الجولة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دائما أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. قد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الحب والاحترام بين الأخوة، التسامح والعطف بين الأخوة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة المؤمن كقتله. صدق رسول الله. نتحدث عن هذا الحديث. نهانا النبي الأكرم عن هذه العادات السيئة، يعني مثل الكراهية بيناتنا، السب واللعن والشتم. يعني احنا بالتالي ان نكون احترام بيناتنا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديثه النبوي الشريف: من لا يرحم لا يرحم. ويبين لنا في هذا الحديث بانه يجب علينا ان نجتنب في صله الرحم بيننا، وحتى نقوي المحبه والمعزه بيننا جميعا، ونعزز على الاخوه الجماعيه والقوه الواحده والاحترام المتبادل في ما بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم والمجاهدة فيه، هو أن يكون الإنسان مبادرا في العلم. نعم أحبتي المشاهدين، نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة، فتقبلوا تحياتي، أنا محدثكم ليث الخفاجي، وهذه عودة للزميلات في الأستوديو.